مسابقة الشهداء الرمضانية للعام 1436 للهجرة، الحلقة الخامسة، من مواليد مدينة أبو ظبي عام 1975، من سكان مدينة الثورة بأم درمان، أحد دارسي هندسة البترول بجامعة السودان كلية الهندسة، بطل من أبطال لواء القعقاع الشهير. السؤال: ألف، أذكر اسم الشهيد كاملا. ب، ما هو مكان وتاريخ استشهاده؟ مسابقة الشهداء الرمضانية برعاية منظمة الشهيد الاتحادية، الصالة الذهبية، منتزه المجرن العائلي، شركة أمروس للاستثمار المحدودة، شركة سوقطرة للتسويق والمقاولات السودانية، شركة المجرن العقارية، شركة التقطير الوطنية. رصدت جوائز قيمة للفائزين: الجائزة الأولى تكلفة حج إلى بيت الله الحرام، الجائزة الثانية تكلفة عمرة إلى بيت الله الحرام، الجائزة الثالثة ثلاجة 14 قدم، الجائزة الرابعة ثلاجة 12 قدم، الجائزة الخامسة شاشة LED 42 بوصة، الجائزة السادسة شاشة LED 32 بوصة، الجائزة السابعة جهاز لابتوب، الجائزة الثامنة موبايل نوت 4، الجائزة التاسعة غسالة 8 كيلو، الجائزة العاشرة فرن كهربائي. الجوائز من 11 إلى 15 جهاز كمبيوتر. تسلم الإجابات مجتمعة إلى مقر قناة وإذاعة طيبة بعد عيد الفطر المبارك.